من الإهمال وعدم التطوير والصيانة للدرجة اللي هو وصلت فيه إلى حالة من التقادم والخطورة الشديدة. إحنا عندنا آلاف من الخطوط، آلاف الكيلومترات من الخطوط، عندما كانت أنظمة تحكم وإدارة بتعتمد في الأساس على العامل اليدوي والعامل البشري في العمل، سيارات وعربات وقطارات سكك الحديد، عربيات قديمة متهلكة انتهى عمرها الافتراضي بالفعل من عدد كبير من السنوات. ده كان الموقف اللي احنا كدولة يعني واجهناه وقت ما بدأنا نشتغل على هذا المرفق المهم جدا اللي بيخدم يوميا ملايين المصريين. هذا هو الحال اللي موجود عليه واللي بدأت فيه الدولة من حوالي 4 سنوات عملية التطوير. وعملية التطوير هنا عشان نقول لحضراتكم احنا رصدين مئات المليارات، وبالفعل انفق مليارات كثيرة جدا على عملية التطوير، ولكن مازال واحنا عارفين احنا لسه قدامنا المسار، لسه قدامنا فترة عشان نقدر ان احنا نخلص وننهي ونكمل كل الاعمال المطلوبة لتطوير هذا المرفق. وانا هنا بتكلم على حجم التعقيد، ان احنا بنشتغل في مرفق بنحاول نطوره وبنحوله للآتي عشان حضراتكم تبقوا عارفين: نحدث الخطوط بالكامل، نطور المزلقانات ونبقى نحولها إلى مزلقانات إلكترونية بدل ما هي كانت مزلقانات يدوية، بنطور نظم التحكم اللي هي كانت نظم يدوية أو ميكانيكية عتيقة إلى نظم كهربائية ونظم إلكترونية. لكن الحجم ده هائل من العمل، عندنا عشرات الآلاف من غرف التحكم، آلاف الكيلومترات، عندنا النهاردة أسطول جديد من السكك الحديد اللي احنا بنشتريه والدولة تعقدت عليه بعشرات المليارات وبيتورط كل هذه الفترة. ولكن الموضوع كله النهاردة ما بقتش مشكلة التمويل بقدر ما هي مشكلة الوقت اللي احنا عايزينه علشان ننهي عملية تطوير هذا المرفق. المشكلة والتحدي الحقيقي ان احنا بنعمل عملية التطوير والمرفق شغال، لان كان وارد ان احنا ناخد يعني ما نقدرش ان احنا ناخد قرار بايقاف هذا المرفق اللي ملايين المصريين بيتحركوا عليه يوميا علشان اعمل عمليات التطوير. فالنهارده عشرات الالوف من الرحلات بتحصل يوميا، ملايين المصريين بينتقلوا عليه يوميا. المشكله الحقيقيه طبعا ان لسه مع عمليه التطوير وان ما زال هناك عنصر بشري بيبقى موجود، بيبقى وارد مشكله الخطا، وهي دي المشكلة يمكن اللي احنا بتواجهنا النهاردة والتحدي الكبير، ان احنا بنطور وفي نفس الوقت مضطرين ان احنا نترك او نخلي المنظومة لازم تشتغل لانها بتخدم ملايين المصريين. فبنحاول بقدر الامكان نسرع الخطى بعملية التطوير. الدولة رصد ليها كل الموارد المالية اللي موجودة، متعاقدين مع شركات عالمية وشركات محلية عشان تعمل عملية التطوير. طبعا جائحة كورونا لما جت أخرت بعض أعمال التطوير من الخارج، أعمال كانت معدات ومهمات كانت تيجي، ومع ذلك ضغطين على كل هذه الشركات علشان نرجع تاني ونعوض تاني موعدنا اللي احنا كنا كلنا متفقين عليها في عملية التطوير. وبالتالي النهاردة اللي أنا بقوله للشعب المصري كله، كلنا طبعا في ألم شديد لهذا الحادث، ولكن ما عندناش سبيل كدولة وكحكومة وكأجهزة في كل الدولة غير ان احنا نطور هذا المرفق. اهم شيء الدولة حاطة كل مواردها وبتحشد كل امكانياتها عشان تطوره، ولكن الموضوع بياخد وقت. واحنا طول ما احنا ماشيين في عملية التطوير مع عشرات الاف الرحلات اللي بتحصل وملايين البشر اللي بينتقلوا، للأسف إحنا تحت تحدي إن من الوارد إن تحصل بعض الحوادث اللي مثل هذا الحادث الأليم النهاردة. لا سبيل قدامنا غير إن إحنا نركز أكتر ونسرع أكتر عملية التطوير إن شاء الله في المرحلة القادمة عشان بقدر الإمكان نحيد العنصر البشري في عملية الإدارة والتحكم في هذه المنظومة عشان يبقى عندنا أكبر درجة من الأمان في حركة هذا المرفق المهم. دي يمكن الكلمة اللي أنا حابب إن أنا أقولها للشعب المصري النهاردة، ومرة أخرى خالص تعزينا جميعا. أعتقد كل جموع الشعب المصري والحكومة والقيادة، سيادة الرئيس يمكن بالفعل وجه كلمة في هذا الموضوع، بخالص تعزيه الحارة لضحايا هذا الحادث، ودعوتنا جميعا إن شاء الله للمصابين إن هم يتعافوا بأسرع وقت. وأنا بأكد للشعب المصري إن إحنا لن نترك المتسبب في هذا الحادث بدون عقاب رادع إن شاء الله. بمجرد ما تنتهي اللجان من تحديد المتسبب هتتاخد كل الإجراءات القانونية للتعامل مع هذا الموضوع، وبقدر الإمكان إن شاء الله
يعني بإذن الله ربنا يكرمنا ونسرع عملية الخطب تنفيذ هذه المشروعات علشان نقلل من هذه الحوادث بإذن الله.